السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بصيام رمضان وقيام لياليه. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بالاستماع إلى هذه الآيات البينات العطرات من القرآن العظيم، وهذه الأدعية المباركة الخاشعة الماتعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وإياكم أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن كيف يمكن أن نغتنم شهر رمضان الأكرم بالاجتهاد في الأعمال الصالحة. فشهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركة. شهر رمضان تسمو فيه الأرواح الطاهرة إلى بارئها جل في علاه، وتتسابق من خلاله النفوس المؤمنة في ميادين العمل الصالح. كل الناس يزدادون شوقا في رمضان ويتنافسون في الخيرات والبركات، لأن هذا شهر زيادة الحسنات ومحو السيئات ورفعة الدرجات. وربنا سبحانه وتعالى شجعنا لكي نجتهد أكثر وأكثر في مواسم الطاعات، وموسم رمضان أعظم المواسم. ربنا سبحانه وتعالى جعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نذكر أنفسنا بأهم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نركز عليها في هذا الشهر الفضيل، حتى لا تمر الأيام بسرعة وتنسل بين أيدينا. نتحدث عن الأولويات التي ينبغي أن نغتنمها وأن نجتهد فيها لننال لدى الرحمن سبحانه وتعالى. أول شيء طبعا، فرمضان مرتبط بالصيام، فعلينا أن نجتهد في تصحيح صيامنا، وأن نجتهد في البحث عن الأحكام الفقهية المرتبطة بالصيام الصحيح. نحن لا نريد صيام العامة، نحن نطمح أن نكون من أهل الصيام الخاصة، لأن الصيام العامة هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج منذ شروق الشمس إلى غروبها. لكن الصيام الخاصة هو إضافة إلى ذلك، هو حفظ لكل الجوارح، يمسك البطن والفرج وأيضا العين والسمع والبصر واليد والرجل واللسان، كل الجوارح تصوم لله سبحانه وتعالى. بل أملنا أن نرتقي أكثر وأن نصل إلى صيام خاصة الخاصة، وهذا صيام الصالحين، صيام أهل الكرم والجود ممن أحبهم المولى ليكونوا من أهله وخاصته. صيام خاصة الخاصة فيه إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وفيه حفظ لكل الجوارح من بصر وسمع ويد ولسان ورجلين، وفيه أيضا صيام القلب والفكر والخواطر، كلها لا تنظر إلا في جلال الله وفي كمال الله، لا يسمحون بشيء يعكر نفوسهم وخواطرهم وعقولهم عن التأمل في ملكوت الله، وعلى الاستمتاع في مناجاة الله، وعلى الاجتهاد في الابتهال والتضرع إلى الله. هذا الصيام أيها الأحبة الكرام يعلمنا الإخلاص في القول والعمل،
رب العزة جل جلاله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، فإنه لي، نسبه الله إليه، نسبه الله إليه، لأن فيه الإخلاص الكامل، الإخلاص الصحيح. كل عمل ابن آدم له، أي عمل قمت به إلا وعندك فيه نصيب من السمعة أو الرياء. إذا كنت مقرئا بارعا ربما تحدثك نفسك أنك مقرئ بارع، إذا كنت متصدق ومحسن ربما تحدثك نفسك بأنك كريم وجواد، إذا كنت عالم ربما تحدثك نفسك بأنك ضليع في العلم، حتى ولو كنت مجاهد قد تحدثك نفسك بأنك شجاع وبطل. فكل الأعمال ممكن أن يتسرب إليها الغرور ويتسرب من خلالها حب النفس إلا الصوم، فإن فيه الإخلاص التام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي، وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي، من أجلي، لم يتركه لي ليقول الناس بأن فلان صائم. الحمد لله كلنا عندنا هذا الإحساس، نصوم لله ولا أحد يتجمل على أحد، كلنا صائمين. فنحن نتعلم الإخلاص ونرتقي في منازل الصالحين لبلوغ منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. يكفينا الشرف أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بالمغفرة وبالرضوان، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وداعا أيتها الذنوب، وداعا أيتها السيئات التي كنت تغمغصين علينا حياتنا. كل واحد منا ربما عنده ماضي، عنده زلات، عنده محطات في عمره وقع في خطايا، وقع في الغيبة، وقع في النميمة، وقع في عدم غض البصر، أكل حراما، امتدت يده إلى ما ليس له، امتدت عينه إلى ما ليس له، هفت نفسه إلى ما حرم الله. كل هذا لا أحد من البشر يخلو من ذلك. ومنا من يتعذب حينما يتذكر خطاياه، يشعر باضطراب نفسي، يشعر بخوف وهم، يقول: يا ويلتاه من الزلل. الآن وقد جاءنا المطهر وداعا لهذا الإحساس المؤلم إلى الأبد، باستثناء أننا نقوم بالصيام بالإخلاص واليقين. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نتأدب بآداب الصيام. آداب الصيام كما أخبر الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، الصوم جنة، يعني وقاية. نحن الآن في وقاية، نحن الآن في حصن حصين. الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، أنا صائم لله، لا أريد أن أدخل في صراع ولا في خصام ولا في جدال. هذا هو الصوم المبارك الذي يعطي فيه ربنا الثواب الجزيل، ليس فقط لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط، وإنما لكل من حرص على أن تكون أخلاقه سامية. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الله غني عن البشر، الله غني عن أعمالنا، الله غني عن صيامنا، وإنما فرض علينا الصيام لكي يؤدبنا، لكي نتعلم الأخلاق الكريمة لعلكم تتقون. فلنحرص أيها الأحباب الكرام على تصحيح النية وتصحيح صيامنا، ولنحرص على التفقه في الأحكام الفقهية الشرعية التي تجعل صيامنا بإذن الله مقبول وصحيح عند الله تعالى. الأمر الثاني من الأولويات التي ينبغي أن نجتهد فيها في رمضان، وهو الحفاظ على الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة بإخلاص ويقين. الصلاة هي أفضل الأعمال،
التي يمكن للعبد أن يتقرب بها إلى مولاه. ورمضان هو المناسبة التي تعلمنا الحفاظ على الصلاة، موسم للتدريب، نتدرب أكثر في غيره من المواسم. رمضان هو الذي يعلمنا الحفاظ على الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أريد أن أوجه خطاب للذين يصومون ولكنهم لا يصلون، أو أنهم يصلون ولكن يتهاون في صلاتهم. احذروا أيها الأحباب، احذروا، فإن من كان هذا صنيعه هو على شفا جرف هار يكاد ينهار به فيتساقط ويتهاون الأسفل. إياكم، حافظوا جزاكم الله خيرا على صلواتكم في الوقت مع الجماعة. إن لم نصلي في رمضان بخشوع واطمئنان، متى سوف نصلي؟ متى؟ لأن الشهور المقبلة إن كتب الله وما زال في العمر بقية فالفتن كثيرة، لكن رمضان هو شهر غياب الفتن، لأن حتى الشياطين والجان الذين يحرضون الناس على الفتن قد أغلقوا وقد صفدوا. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردة الجان. خلاص، الشياطين والأبالسة الذين يوسوسون في النفوس، ربنا عز وجل ضيق عليهم الخناق، بل وأطلق الملائكة، ملائكة النور، ملائكة الرحمة، تنادي في الطرقات في كل مكان بأن نبادر للصلاح. ونادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فعلينا أن نحافظ على الصلاة، ونحن في زمن الكورونا نصلي مع أولادنا ومع أهل بيتنا، يؤم الرجل والزوجة من الخلف وأولاده بجانبه عن يمينه، ونجعل بيوتنا قبلة، نجعل بيوتنا مسجد وطهور. كما علينا أيها الأحباب الكرام من بين الأولويات هنا أن نحافظ على النوافل، نكثر من النوافل. نحن الآن في الحجر الصحي، وعلينا أن نكثر من النوافل، عندنا فراغ، نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الحمد لله، مع الحجر الصحي جميعنا اكتسب صحته. لما ننام مبكرين ونستيقظ مبكرين وما عندنا تعب ولا جهد بدني، لا شك أن الكثير منا قد استرجع صحته. الحمد لله، نعمة، الصحة نعمة، والفراغ نعمة. نحن عندنا فراغ حاليا، نعمة، فعلينا أن نستغل هاتين النعمتين. هذه عطايا، هذه فتوحات كورونا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. علينا أن نستغل هذا الوقت في الإكثار من النوافل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يحافظ على 12 ركعة من النوافل كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. الله يبني له بيتا بيديه، الله تعالى يبني، كما خلق آدم بيديه وصنعه بيديه، كذلك يخلق الله تعالى ويبني لعبده الذي يكثر من النوافل بيتا في الجنة بيديه. الله، الله، يا سلام، لما تدخل الجنة وتجد قصرا عظيما مشيدا من اللؤلؤ والذهب والفضة، غرف من فوقها غرف مبنية وتجري من تحتها الأنهار، وحولها ولدان مخلدون ونساء حور عين مقصورات في الخيام. يقول ربنا عز وجل: هذا البيت لك. هي بيوت كثيرة، 70 قصر، في كل قصر 70 جناح، وفي كل جناح 70 غرفة، نعيم خالد. لمن هذا يا رب؟ هذا لمن حافظ على 12 ركعة كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فعلينا أن نحافظ على النوافل عقب كل صلاة،
وخصوصا بالليل. الليل هو كيحبوه الصالحين. إذا أقبل الليل الصالحون قلوبهم كتشعر بالفرحة والسرور. بعض الناس كيجي الليل كيخاف، كيقول لك انتهى يوم، وكيشعر باكتئاب وكأنه سرق من عمره. والبعض الآخر إذا أقدم الليل تجده يخاف من الأشباح والأحلام المزعجة. هذه حالات مرضية. الليل هو فرحة للصالحين، فرحة للمؤمنين. الله، لقد جاء الليل وخلد الناس إلى السكون، نحن الآن سوف نتصل بالرحمن، الآن سوف نناجي الرحمن. يا سلام لما نقرأ قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قال ربنا عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله، يبيتون لربهم سجدا وقياما. هناك من يبيت في أمور تافهة، يبيت ربما قد يقترب من الحرام أو من الشبهات، وهناك من يبيت يشعر بالسهاد ويشعر بالأرق، لكن عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل كان دأب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة تروي قالت أن النبي الكريم كان لا يدع قيام الليل حتى ولو كان مريضا، أما إذا تعب فإنه كان يصلي قاعدا لا يدعه. النبي الكريم لم يكن يدع قيام الليل، لأن ربنا عز وجل أمره بذلك، فقال: يا أيها المزمل قم 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 الليل إلا قليلا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحت أصحابه على قيام الليل، خصوصا في رمضان. رمضان خصوصا كان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن الآن في صلاة التراويح، هذه السنة المؤكدة نحن نؤديها رغم زمن الكورونا ورغم الحجر الصحي، نؤديها. هذه فريضة ربانية مباركة، نؤديها 11 ركعة كما هي في السنة، ونحرص على الخشوع والطمأنينة فيها. طبعا من كان مريض أو كان سقيم أو كان عليل فإنه يحوز فضل قيام الليل ولو بركعتين، ركعتين فقط بعد العشاء نواها صلاة التراويح، سمي بأنه قد أدى هذه السنة المؤكدة. ومن زاد أكثر من ذلك زاده الله من فضله. الصحابة كانوا يتنافسون. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان نصف الليل كان يصلي بوحده في الليل، لكن إذا جاء نصف الليل أيقظ أهله، كينوض الزوجة وينوض الوليدات، وكيقول لهم: الصلاة 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 الصلاة، حتى إن زوجته قالت إنه كان يزعجنا، صوته كان جهوري. تصور بالليل الناس، العائلة نعسة لوليدات الزوجة، وانت تقول لهم: الصلاة الصلاة. كان سيدنا عمر يحرص على ذلك، وأبناؤه كانوا يقول: يا أبانا إن صوتك جهوري، وكتسمعوا كتقول هذا الكلام فيرتعد فرائصهم ويقومون للصلاة. فلما كانوا يعاتبونه كيقول لهم: ألم تقرأوا إلى قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها، اصبر عليهم اصبر عليهم، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سبحان الله العظيم، هناك ارتباط عظيم ووثيق بين صلاة الليل والرزق. سبحان الله يا رحمن، كم من مرة نكون نعيش ضائقة مالية وكتقول أن لي أن أتعب وأجمع وأفعل، مجرد أنك تصلي الليل وتواظب على صلاة الليل بخشوع واطمئنان، وبعد ذلك تخرج كما يخرج الخلق تضرب في الأرض تبحث عن رزقك الحلال، يا سبحان الله، يا كريم يا فتاح يا عليم، يفتح الله أبوابا مغلقة، يفتح الله لك خزائن ملكه، يا سبحان الله يا سبحان الله.
فالأحباب الكرام اللي عندهم مشكل في الرزق، الناس اللي عندهم فقر، اللي عندهم ديون، نصيحة لوجه الله: إياكم ثم إياكم أن تتدللوا لأحد من الخلق، إياكم، نصيحة صادقة من القلب، إياكم أن تتدللوا إلى أي شخص مهما كان مقامه ومهما ارتفع درجته، إياكم أن تتدللوا، تدللوا فقط للخالق، تدللوا فقط لرب العالمين، وسوف ترون عجائب قدرة الله. سوف يختار ربنا عز وجل أطيب وأنبل وأجود خلقه ممن مكنهم وأمدهم بالخيرات، ويسخرهم لك، يسخرهم لك وهم لا يشعرون. كتقول كيفاش هذا؟ أنا ما كنعرفوش، ومقام كبير بينه وبينه، هو رفيع المقام، وأنا غير من عامة الشعب البسطاء، ما عندي لا قيمة ولا عندي درجة، وهذا كبير المقام، عنده سلطة عالية، أو عنده أموال، أو عنده كلمة نافذة، ويأتي إليك ويتودد إليك ويقدم لك الخدمات ويخفف عليك ما نزل. كتقول فعل هذا، حتى كيقول لك واش انت بيستوني، واش انت عندك شي علاقات؟ سبحانك يا جليل، إنه أمر الله، الله تعالى القادر اللي اعطاه واللي اختاره هو سبحانه وتعالى يجعله في خدمتك. لا إله إلا الله. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هنا في التفسير أيها الأحباب الكرام عدنا التناسب ما بين الآيات والكلمات القرآنية. لماذا ربنا يقول وامر أهلك بالصلاة، ومن البات يقول لك لا نسألك رزقا؟ علاقة وثيقة بين الرزق والصلاة، غير صلي لله وغتشوف الرزق سوف يأتي إليك من حيث لا تدري. أيضا أيها الأحباب الكرام، من الأولويات التي ينبغي أن نحافظ عليها في رمضان، الأولويات، اغتنام هذا الشهر الغنيمة، هذه فرصة، راها رمضان فيه غير 30 يوم أو 29 يوم بالأحرى، وقد مضى منه الثلث، الآن راه الثلث مشى، راه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، علينا أن نغتنم. فمن بين الأولويات بالإضافة إلى الصيام وإلى الصلاة، هناك تلاوة القرآن، علينا أن نكثر من تلاوة القرآن. فماذا يميز شهر رمضان؟ لماذا أصلا نصوم رمضان؟ لماذا أصلا نقوم في رمضان؟ هذا سؤال وجيه. لماذا ربنا عز وجل اختار هذا الشهر وجعل فيه الصيام بالنهار والقيام بالليل؟ لأن فيه احتفالية، نحن نحتفل، نحتفل بماذا؟ نحتفل بنزول القرآن في الكون. هذا حدث عظيم، هذا حدث جليل، أعظم حدث وقع في تاريخ البشرية هو نزول القرآن، ولكن الناس لا يغفلون عن هذا. ربنا عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الله تعالى أنزل فيه القرآن، إذا نحن نحتفي به صياما بالنهار وقياما بالليل، شكرا لله على أنزل علينا خير كتبه، على خير رسله. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم، نكثر، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بمثل هذه الخطابات كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمس صحابته للإكثار من التلاوة، وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يكثر من قراءة القرآن، حتى إن جبريل عليه السلام كان يحضر إلى مقام النبي ويقرأ عليه القرآن، يطلب من النبي أن يستظهر على سيد جبريل القرآن، كان يقرأه القرآن كل سنة مرة. لكن في السنة التي توفيها النبي الكريم عرض على جبريل مرتين، فعلم أنه مودع، لما قال لجبريل عرض علي القرآن، كل عام كيعرض عليه مرة واحدة. سيد النبي صام سعود رمضانات، سعود ثم توفاه الله تعالى، فكل عام كيعرض عليه مرة واحدة، العام الأخر
من اللي عرض عليه مرتين وقال لي عاود كرر، فهم بأنه مودع لأنه يوثقه. وكان سيدنا النبي يحب أن يسمعه من غيره. يحكي عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال عبد الله بن مسعود: قرأت على النبي الكريم سورة النساء، وسيدنا النبي استمع بخشوع وحاد الرأس ديالو ومد الأذن وكيسمع القراءة ديال ابن مسعود، وسيدنا النبي يخشع ويسمع إلى أن وصل إلى قول الله تعالى. قال: حتى إذا بلغت إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا النبي بدأت عيناه تدرفان وبدأ قلبه يخفق، فقال: حسبك، حسبك يا ابن مسعود، حسبك. لما التفت ابن مسعود إذا عيناه تدرفان: لا إله إلا الله. علينا أيها الأحباب الكرام أن نحرص على قراءة القرآن بتدبر وخشوع، كما كان حال السلف الصالح. كانوا إذا سمعوا القرآن يبكون بكاء شديد. سيدنا أبو هريرة يحكي أنه كان جالس مع أهل الصفة وقال لهم: أجي نقرأ لكم القرآن. بدأ يقرؤون، فجاء النبي الكريم قال: لقد أنزلت اللحظة آية، أنزلت آية. قالوا: ما هي؟ وهي قول الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. لما نزلت بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم. قال أبو هريرة: فبكينا جميعا ببكائه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يمسح دموعه ويبتسم، قال: طوبى لكم، لا يلج النار من بكى من خشية الله، لا يلج النار من بكى من خشية الله. فهذه نعمة أيها الأحباب، نعمة عظيمة علينا أن نحرص عليها. كذلك أحبابنا الكرام، من الأولويات التي ينبغي أن نغتنمها في رمضان بالإضافة إلى الصيام والقيام وصلاة المفروضة والنوافل وتلاوة القرآن، علينا الإكثار من الصدقة. الصدقة في رمضان لأنها من الأسباب التي تؤدي إلى قبول العمل وتؤدي إلى مضاعفة الأجر والثواب لصاحبها. فالصلاة، الصدقة نعمة عظيمة ومباركة للغاية. وسيدنا النبي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكثر من الصدقة في رمضان لأنها موجبة للرحمة والعطف على المساكين. الصائم إذا ضاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات، فيشرع بالرقة والرحمة في قلبه ويحسن إلى الفقراء والمساكين. وهذه الصدقة هي أشكال، منها تفطير الصائمين. تفطير الصائمين، احنا الحمد لله المغاربة عندنا هذه العادة الطيبة، موائد الرحمن تكون كل سنة، وهذه السنة نظرا لهذه الجائحة ديال الكورونا، فاحنا عندنا الحمد لله نعمة أخرى وهي نعمة قفة رمضان. تلقوا الحمد لله مجموعة ديال الجهات تتنافس في توزيع قفة رمضان. نفطر الصائمين أجر وثواب عظيم. قال فيه النبي الكريم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان المشهور: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذه نعمة عظيمة. وحتى بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله احنا فقارة ما عدناش. قال لهم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، فولو القليل فيه خير عظيم.
كذلك هناك من غير إفطار الصائمين هناك إطعام الطعام على الشكل العموم من غير الصائم. أن الإنسان يوسع في الطعام كالقول الحمد لله الصالحين وأهل الإحسان في رمضان كيحرصوا على أنهم ما يوزعوش النقود، كيوزعوا المواد الغذائية. ربنا عز وجل يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام يا سلام على كرم الله، يا سلام على جود الله. صور غير الإطعام، كدير قفة ديال رمضان فيها دقيق وفيها زيت وسكر وشاي وقهوة وفيها تمور وأشياء من هذا القبيل وتعطيها للفقراء والمساكين. شوف ربي اش غادي يعطيك سبحانه وتعالى. الله تعالى يقيك من عذاب يوم القيامة. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم القيامة عبوس. شو غير كورونا ودرت فينا الفزع، فما ظنكم أيها الأحباب يوم القيامة الأهوال مشاهد مخيفة. الله تعالى يحمي صاحب الإطعام. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، وقاهم الله شر ذلك اليوم. بالمقابل انت فرحت المسكين، انت فرحت المحتاج، ولقاهم نظرة وسرورا. الله تعالى كيشوفك النظرة، كيشوفك واحد شوفة جميلة وكيجعلك انت جميل. نظرة وسرورا، فرح، فرحان، ما كاينش اكتئاب، ما كاينش حزن، ما كاينش قلق، ما كاينش وسواس، سرور. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. اللي بس الجنة حرير، الخير الذي ينتظر عباد الرحمن كثير. أبشروا أيها الأحباب الكرام. لهذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على الكثير من العبادات. كيف فضل إطعام الطعام على عبادة أخرى؟ لأن إشباع الجائع في فضل عظيم. وحتى إطعام أي إنسان وخبشي فقير، لا يشترط في المطعم أن يكون فقير، كل خير. قال صلى الله عليه وسلم أي تلقاه ينضاف هم إلى هم. وكان الحمد لله يعتبر بأن الاعتكاف دياله أن الحج الصحيح هو اعتكاف للقرب إلى الله، ويشعر بالطاعة، ويشعر بأنه يتحصل على أجر وتواب جديد. فعلينا أن ندرك أيها الأحباب الكرام، غير صح النية، بدل غير النية ديالك، صحح النية ديالك، اعتبر بأن الحج الصحيح اعتكاف وغتلقى أجر وتواب عظيم. سيدنا النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان دائما حتى توفاه الله، وهذا في أجر وتواب كبير جدا. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحافظ عليها في هذا الشهر الفضيل لكي نزداد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. لما لقى لصدقاء وعنده ظروف صعبة، عندنا واحد العبادة سهلة مهلة، وهي الإكثار من الدعاء في كل وقت وحين. المؤمن يذكر الله في كل وقت وحين، يتقرب به إلى ربه، خاصة في رمضان. الذكر عنده واحد، الذكر عموما تسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما نذكر الله تعالى. خلي لسانك رطبا بذكر الله. ياما لساننا كان دائما يتكلم عن الغيبة والنميمة والقيل والقال والأحاديث التافهة، نضيع أوقاتنا. هذه فرصتنا نتعلم أننا نكثر من ذكر الله. ربنا عز وجل يقول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العبادات كلها والأعمال الصالحة جميعها شرعت لماذا؟ لأجل إقامة ذكر الله. كل هذا هدفه الأسمى هو ذكر الله. وكلما ذكرنا الله تعالى الأجر والمغفرة والرضوان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله، أجر عظيم.
الذاكرين الله كثيرا، الرجال كيذكروا الله كثير، والنساء قالوا والذاكرات. حتى النساء عندهم اشغال كثيره، عندهم المطبخ وعندهم تربيه الاولاد وعندهم شؤون البيت وعندهم النظافه والصابون وعندهم مجموعه اشغال. احنا الرجال محظوظين، ربي عز وجل والتقاليد والاعراف والعادات ونظام المجتمع خلانا مرتاحين، كنقوموا بالعمل خارج البيت، نجيبوا ذاك الرزيق وكنقراو شي شويه، كنديروا اعمال وعندنا وقت فارغ. اذا نذكر الله كثيرا، احنا ما عندنا عذر، النساء عندهم العذر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالنساء ولو غير القليل راه كيتسموا ذاكرات الى الله تعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. شنو هذا العمل البسيط السهل؟ إذا قمنا به ربي عز وجل كيفرح ويزكو العبد عند ملكه ويرفع درجاته، خير من الانفاق. كل كيف غير الدرهم والدينار، احسن ما تنفق الذهب والورق، الورق هو الفضه، واحسن من الجهاد مع المجاهدين في ساحه المعركه، ضربوا اعناق العدو او يضربوا اعناقكم. احسن شيء كله شنو هو؟ عمل بسيط. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. اللي كرموا الله تعالى واللي حبوا الله هو اللي وفقوا الذكر. بغيت تعرف نفسك واش انت من اهل الله وما هي درجه قربك من الله؟ سهله، ترمومتر. كم تذكر الله في اليوم؟ كم ذكرك لله؟ ذكر كيكون باللسان وكيكون بالقلب، كيكون بالفكر وكيكون بالخشوع. وهذا الذكر هو سبب لنيل رضا الرحمن ومحبته والقرب منه، وهو سبب لطرد الشياطين. ما عندك لا الشيطان ما يقدرش يقرب لك الشيطان، ما يقدرش. انت محصن، انت مؤمن. ثم الذكر هو يزيل الهم والغم. ما يمكنش المؤمن يكون عنده اضطراب نفسي. ما يكونش المؤمن يشعر بالخوف من الفقر، من الزمان، من غدر الايام ابدا، او من الموت او من القبر ابدا. المؤمن يشعر بالطمأنينه والسكينه. ثم الذكر يمحو الله به السيئات، وهو اسهل العبادات واقلها مشقه. الذكي الاذكياء هما اللي كيمشيو للذكر. وملي كتعمر وقتك بالذكر الله تعالى يكفيك كل شيء. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أغلى ما أعطي السائلين. غير كتذكر الله تعالى ربك يعطيك أحسن شيء. فنستغل أيها الأحباب الكرام هذا الخير العظيم. ثم من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نغتمها في رمضان هي صلة الرحيم. صلة الرحيم عبادة عظيمة من العبادات. وسيدنا النبي كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وهذه صلة الرحيم فيها طاعة كبيرة، أنها تزيد في الرزق وتبارك في الوقت. اللي كيقول لك أنا وقتي ضيق ما عنديش البركة في الوقت، ما عليه إلا أن يصل الرحم فيزداد في الرزق. وكذلك اللي كيقول أنا ضعيف وما عنديش وفقير، يصل الرحم ربي يزيد الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الأرحام كتكون خصوصا دوك اللي عندنا معهم خصومة أو حسابات أو عداوة، هذوك هما المقصودين. أما أن تصل من وصلك وتكرم من أكرمك فهذه مجاملة، لكن الصلة حقيقة أن تصل من قطعك وربما أهانك وسبك وظلمك. لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصلا لرحمه وأقاربه مع أنهم أذوه أذى شديدا. وكان يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ونحن الآن في زمن الكورونا لا يمكن أن نتنقل من مكان إلى مكان، عندنا الحجر الصحي وعلينا أن لا نخرج من بيوتنا إلا للضرورة القصوى، فكيف نصل الرحم؟ الحمد لله اليوم نستفيد من الوسائل الحديثة للاتصال بهم. عدنا الهاتف، عدنا مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة ومتعددة، نتواصل مع العائلة والأحباب. وكاين بعض الناس الحمد لله راه معنا في البيت، هو بعاد في مدينة أخرى أو في دولة أخرى خارج الحدود،
وبحال كانه معنا في البيت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه، الواتساب او غيرها من الامور المعروفه عند الجميع، راهو جالسين معنا كنتكلموا معاهم الفطور، وكانت وربما كنوزعوا الصور فيما بيننا، كنصور الطبله ديالي ونصفها ليه، هو توا كيصور الطبله ديالو ويبعثها ليا، وكنبقاو الانس فيما بيننا. المهم دقوا البيوت، هذه كلها خير عظيم جدا في هذا الشهر الفضيل الكريم. ثم من الامور التي ينبغي ان نحافظ عليها في رمضان ايها الاحباب الكرام هي العمره. ايضا العمره خاصه برمضان. العمره غير موجوده في الشهور الاخرى كلها. 12 شهر كلها ما كان العمره الا في رمضان. وهذه العمره فيها اجر وثواب عظيم. قال فيها صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. حج معي كأنك حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي يقول: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفي رمضان العمرة يقع في اجتماع شرف الزمان وهو رمضان، وشرف المكان وهو مكة المكرمة. وهناك كل الأجر وثواب عظيم. لكن في هذه الظرفية زمن الكورونا وزمن الحجر الصحي، رمضان هذا العام ما كانت عمرة، ونحيي الناس اللي كانوا غيمشوا للعمرة وتصدقوا بذلك المال لصالح الفقراء والمساكين والمحتاجين، فهنيئا لهم. لكن هل نضيع أجر العمرة؟ لا، لا نضيع أجر العمرة. كيف ذلك؟ علينا فقط أننا نحصل بطريقة ذكية أجر وثواب العمرة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال لنا: من صلى الفجر في جماعة فكانت له خير الدنيا وما فيها. من صلى الفجر في جماعة، نصلي الفجر مع العائلة في البيت جماعة، ثم نجلس بعدها كتسمى جلسة الذكر بعد أداء الفجر، نصلي ركعتين الفجر ثم ركعتين الصبح، ومن نسالي ونجلسوا جلسة الذكر، ونذكر الله تعالى، إما نتلو القرآن وإما نسبح لله ونحمده ونستغفره ونصلي على رسول الله. نشغل وقتنا بالذكر لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين حتى طلوع الشمس، ثم نصلي ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الركعة الأولى بالفاتحة وقل والله أحد. هذه أجر حجة وعمرة تامة. هكذا قال النبي الكريم، قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر كأجر حجة وعمرة تامة. هذه كلها أعمال صالحة أيها الأحباب الكرام، علينا أن نجتهد في اقتناصها والعمل بها خلال هذا الشهر الفضيل، الصيام والقيام والصلاة المفروضة والإكثار من النوافل والصدق على الفقراء والمساكين وإطعام الصائمين وصلة الأرحام والصدق على الفقراء والمساكين، وكذلك الاعتكاف ومحافظة على صلاة الفجر وجلسة الذكر باش ناخذ العمرة. أيام عظيمة في رمضان وليالي عظيمة، هذا موسم عظيم ورابح فيه الطاعات ميسرة، هذا ميدان واسع للتنافس في العبادات والقيام بالكثير من الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى بألوان مختلفة من الطاعات والقربات. علينا المزيد من الاجتهاد ونغتنم قبل أن يفوت الأوان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لصيام هذا الشهر أحسن صيام، وقيام ليالي أحسن قيام، وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والتصدق بأموالنا للفقراء والمساكين، ونسأل عن الأحباب والمقربين ونطمئن عليهم، وندعو الله في كل وقت وحين، ونشغل أوقات فراغنا كلها بالذكر، ما كان وقت فراغ، كله مشغول بالذكر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.